مجلس مرتضى منصور وقال انتكم مالكم انتوا بتعملوا ايه؟ اول مره اشوف يعني او من ال يعني خلينا اقول اول مره كابتن شوبير غير منصف، غير منصف كابتن شوبير يعني، وهو علمنا كده حتى في خصومتنا او في خلافنا مع الشخص ما سلبوش كل ايجابياته، ما سلبوش كل ايجابياته، حتى في عز ما الكل بيطير حتى رقبته انا هكون منفصل بما له وما عليه. فهل يا كابتن شوبير لما يجي ساسي يتقال له جدد ويقول بعد بطولة افريقيا تعالى يا اوباما بعد بطولة افريقيا، هل المطلوب من مجلس الادارة انه يوقف اللاعبين يذبحهم يسلخ وشهم؟ لاعب في نادي الزمالك الطلب منه من المجلس السابق او المجلس الموقوف التجديد ورفض واجل، وفعلا كان في بطولة افريقيا وكان ضغط ماتشات، الطبيعي كان يحصل ايه يا كابتن شوبير؟ خلاص. وعلشان نبقى منصفين، هو نفس الوضع يا كابتن شوبير ما حصلش في النادي الاهلي مع احمد فتحي، بل ان فتحي اتعمل له بدل الجلسة 8 بدل الجلسة 8 وكان موقع مع بيراميدز. طب بلاش قبلها عبد الله السعيد، طب ما شفتش صراحة، انا ما شفتكش وانت بتقول هو انت يا كابتن محمود سايب فتحي والخطيب اسف سايب فتحي والسعيد لاخر ثانيه ليه؟ ما جددتوش، ما عملت يعني ما رجعتش شهر 2 3 6 7 مضيتهم ليه؟ استنيت لما قعدوا مع الزمالك جلسه واثنين وثلاثه وقبضوا ووقعوا وكان هيتعلن قبل ما يتغير المسار اول مره للاهلي، تاني مره ما فيش بقى مسار، كان مشي السعيد الاهلي باعه والتاني احمد فتحي. فكنت مستني الصراحه من كابتن شوبير انه يبقى منصف، لان انا عارف كابتن شوبير دايما صاحب مدرسه، صاحب مدرسه اختلف مع الشخص لكن هدي له حقه طالما في ايجابيات، وانا عارف كم الخلافات وقديمه ما بين كابتن شوبير والاستاذ مرتضى منصور، لكن لما يمشي اكيد ليه ايجابيه، اكيد في أكيد، ما هو استحاله مش كله اسود مش كله سلب، لا في ايجابيات، في ايجابيات. فانا كنت مستني من كابتن شوبير وهو بيتكلم ما يبقاش الموضوع في شخصنا، الزمالك انتوا كنتوا فين؟ انتوا عملتوا ايه؟ وبقى طب ما اوباما قال لك مش هجدد بعد افريقيا، بعد افريقيا الكاس يعني بعد ماتشات افريقيا تم ايقاف مجلس اداره نادي الزمالك وتحويله للتحقيق، هيجددوا معاه امتى؟ هيجددوا معاه فين؟ ليس دفاعا، وكل عارف العلاقه اساسا اللي بيني ويمكن خلاص محسوب على الاهلي، لكن انا بقول كلمه حق. كابتن شوبير ما كانش منصف، ما كانش منصف في هجومه على المجلس السابق الموقوف، وما كانش ميزانه عادل، لان لما جه رمضان صبحي لاخر ثانيه وهو شغال مع بيراميدز وقاعد معاه الكابتن محمود وقاعد معاه تاني كابتن سيد وقاعد معاه الكابتن محمود الخطيب في بيته، الكابتن شوبير ما قالش في تقصير من النادي الاهلي انه ادى مساحه كبيره لرمضان لا يستحقها، ان رئيس النادي يقعد معاه ثلاث مرات منهم مره ببيته مع مدير الكره مع ثلاث مرات، مدير التعاقدات مع مرتين، لجنه التخطيط كابتن محسن صالح ما اتكلمش في النقطه دي كابتن شوبير. طب احمد فتحي ما هو فضل لغايه ما وقع لبيراميدز ومشي، ليه يا كابتن شوبير؟ فين بقى ميزانك؟ انت علمتنا كده، فين ميزانك؟ لا ميزانك مايل يا كابتن شوبير، وبقول لحضرتك لا مجلس الزمالك الموقوف لا ليه ايجابيات وايجابيات وايجابيات، ده ليه سلبيات؟ اه ما طبعا ليه سلبيات، طبعا ليه سلبيات، لكن عمر ما مجلس في الدنيا، في الدنيا كل صحيفته كلها سودة، صحيفته سودة لدرجه ان يعني مش لاقي نقطه ايجابيه. طب ما هو يعني نفس الشخص هو اللي جاب، نفس الاشخاص ده هم اللي جابوا بن شرقي وهم اللي جابوا زيزو، نفس الاشخاص وهم اللي رجعوا مصطفى محمد ولعبوه اساسي
ورفضوا انه يطلع في صفقه تبادليه مع الاسماعيلي في اغراءات. نفس هم اللي حافظوا على طارق حامد عقد في حق او في عقد، هم اللي مددوا المحمود علاء، هم نفس المجلس، هم اللي جابوا. كان في غلطات مع عواد، قال لك شكرا احنا غلطنا، اركن يا عواد، تعالى يا ابو جبل. ده نفس المجلس، في ايجابيات. لكن علشان اتفرج على كابتن شوبير الاقي كل حلقه او كل ما يتفتح الموضوع اشيل اتهامات وكيل والدنيا جميله والمجلس اللجنه الحاليه، لا، اللجنه الحاليه لغايه دلوقتي ما رمتش بياضها. هترمي بياضها امتى؟ لما خلاص بقى امشي يا مرتضى يا وحش، خلاص مرتضى وحش مشي خلاص بقى، اللي كانوا عاملين ازمه. طب اهو جه وقت الزملكاويه، اللجنه هي موجوده دلوقتي. قعد لي ساسي، قعده لي 3 4 سنين، من حقك انت موجود اهو ومعاك دعم الدوله ممثله في وزير الشباب والرياضه ودعم الجماهير ودعم النجوم القدامى ودعم حكماء النادي ودعم الاعلام، اهو معاك الدعم بعد ما يعملوا. لكن انا علشان اهيل التراب على اللجنه اللي مشيت، او اسف على المجلس الموقوف، وادعم بكل قلبي اللجنه اللي موجوده، دعم اللجنه الموجوده، لكن ما اهلش التراب على مجلس كان ليه ايجابياته وايجابياته كتير. انا عن نفسي والله وشهاده حق، عمري من يوم ما وعيت على الكوره، من يوم ما وعيت كده وقعدت واتفرجت، والواحد ما شفت الزمالك بيكسب سوبر في كاس، في كاس، في سوبر، خد دوري 2015، خد بطولة افريقيا، خد سوبر افريقي، وخد السوبر من الاهلي وكسب الاهلي. انا عمري والله من يوم ما، حتى لما بيحكوا والواحد حتى لو كان صغير، فترة الدكتور كمال درويش وحسام حسن وابراهيم حسن، انا ما شفتش الزمالك بيكسب الاهلي مرتين ورا بعض، منهم مرة بطولة السوبر ومرة بثلاثة، انا ما شفتهاش ماتشين، ماتش فيهم ببطولة بيكسب الاهلي، لا، في الكونفدرالية، لا، ما هي دي بطولة، وصول نهائي دوري ابطال افريقيا مرتين مع المجلس ده، على فكره مع المجلس ده، لا، في ايجابيات. هو من امتى ده الزمالك فضل من 2002، من 2002 الدنيا سودة 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 سودة، وصل في 2015 نهائي دوري ابطال افريقيا، 2016 لما خسر امام صن داونز، ورجع تاني خد الكونفدراليه، ورجع تاني النهائي قدام النادي الاهلي اللي خسر بهدف قفشه، 3 نهائيات في 5 سنين. لا، في انجازات، في ايجابيات يا كابتن شوبير. اختلف، ودايما بقول كده، اختلف مع الكابتن محمود الخطيب بس الاهلي على جنب، اختلف مع استاذ مرتضى منصور بس الزمالك على جنب، ده طبيعي، اختلف مع الاشخاص، اختلف، خلي معركتك مع الشخص وقول عمل لا يصلح، فاشل، في قول مع الشخص، لكن ما جيبش بقى الكيان تعالى، او القيمه الكبيره دي النادي ده تعالى لما شدك في خلافي، او انا خلاص مشي، فانا علشان اخلص وما يبقاش فيه ما حدش يطلع لي يقول لي لا والله كان ايام مرتضى منصور كان زمانه جدد، فانا افضل كل ما اطلع اقول سلبيات مرتضى، سلبيات مرتضى، مرتضى ما عملش، كنت فين؟ كنت بتعملوا ايه؟ كنتوا يا لجنه بتسووا، هو انتوا جبتوا غير المسلوسي؟ طب ما هو مشي يا كابتن شوبير، وباب القيد هو لو موجود الفتره اللي مشي كنت هتقدر تجيب لاعب واثنين. لا، انت مشي، مشي، طب بلاش. انا عارف، انا بص يا كابتن شوبير، ما عشان انا بحبك، عشان انا بحبك وما تعودتش منك على كده، ميزانك مايل. هو يا كابتن شوبير المجلس ده او اللجنه المعينه او المجلس المعين او اللجنه المؤقته، سموها زي ما تسموها، ما جالهاش احمد الشيخ على طبق من ذهب كده؟ اتفضلوا احمد الشيخ نجم الاهلي اللي خد افضل لاعب في مصر سنتين وهداف الدوري ببلاش. وايه احمد الشيخ كان هيمضي للزمالك 5 مليون جنيه، خد بالك ده ربع لعيبه كتير في الاهلي والزمالك، الربع. قال لك لا مش عايزين. تعالى صالح جمعه اهو افضل، قال لك لا 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 مش، سيبه خلاص امشي. امير الكسندر الراجل اللي احنا شفناه في وادي دجله وبلاي ميكر، وانت وشفناه في ماتش الاهلي، مهارات، تحركات، بيلعب 90 دقيقه، قال لك لا مشي ببلاش. رجب بكار عقوده في الزمالك، رجب بكار عقوده، قال لك لا خلاص خلاص بقى. خد بالك كل ده كان في ايدك انت، انا بقول على اللجنه الحاليه، وما جابتش اللجنه اي حد. طب مرتضى مشي وساب لهم عقود حمزه المسلوسي، صح؟
المجلس يتوقف برئاسة الأستاذ مرتضى منصور بكل رجالته بالناس توقف، وسابوا لهم حمزة المسلوسي أنت جيت وعندك لاعب واثنين وثلاثة وأربعة فري فري مش هيكلفوك جنيه، ده لدرجة إني محمد إبراهيم كان في تواصل إنه يرجع مع نادي الزمالك، وقال لهم هخلص نفسي مع مصر المقصة قبل ما يروح بقى سيراميكا حتى لو صفقة تبادلية. كل ده كان متاح واللجنة ما جابتش حد. هو في علاج للخشونة، ولازم العيان يفرق ما بين علاج ألام الخشونة وعلاج خشونة الركبة. خشونة الركبتين ده مرض هيحصل زي الشعر الأبيض اللي بيحصل لأي حد فينا، تقدم في السن، إصابة قديمة، وزن زائد، ما قدرناش ان احنا نعالجه كويس، فابتدى يطور لي في خشونه الركبه او خشونه مفصل الحوض او خشونه المفاصل عمدا، ابتدى يتاكل السطح الاملس فبدا يحصل الام لهذا المريض. المريض بيبتدي يشتكي ممكن الام من العضلات، الام من الاربطه، الام من المفصل نفسه داخليا، من مستقبلات الالام اللي داخل الركبه، او من الام من المشي نفسه من الحركه، ما يقدرش يمارس حياته ما يقدرش. هل في علاج لده؟ نعم، تخصص علاج الألم أوجد حل لمرضى الخشونة ومرضى خشونة المفاصل عامة، سواء كان بتدخلات محدودة بتتم، وكلما دخلنا بدري كلما قدرنا ناخد نتيجة أفضل. وقدرنا علاج الخشونة أو علاج ألام الخشونة بيختلف، ممكن حقن أعصاب طرفية، حقن مواد علاجية للمفاصل أو للأربطة أو للأنسجة أو للعضلات نفسها، أو يتم حقن البلازما الغنية المنشطة لعلاج الخشونة وتعويض السائل الزلالي اللي بجوه الركبة، فبالتالي نقدر ناخد نتيجة في تخفيف الألام وتخفيف الاحتكاك، فبالتالي نوجد ده. بالضبط بمثلها كأننا بنعمل تجميل زي تجميل اللي بيحصل في البشرة، إحنا بنعمله داخل الركبة، فبالتالي درجة الخشونة هتقل شوية، فبالتالي الألام هتختفي وهنعالج الألم. فبالتالي في فرق ما بين علاج ألام الخشونة وعلاج الخشونة. نعم الخشونة نفسها ده بروسيس، حاجة طبيعية هتحصل زيها زي الشعر الأبيض، ولكن احنا ممكن نجملها وممكن نقلل من أعراضها اللي بالتالي تدينا راحة للمرضى وعلاج لألمهم، فالعيان يقدر يمارس حياته. فحاجة مهمة جدا، الحركة مهمة، الحركة هي اللي بتخلي العيان يكون الكولاجين ويكون الكارتليج، فيبتدي المفصل يتحرك. المريض الخشونة اللي مش قادر يتحرك في الدرجات القوة العظمى اللي هي درجة زي الدرجة الرابعة أو الأقوى ما بيقدرش يتحرك، فبالتالي هو فاقد لجزء مهم، دخل في اكتئاب، مش قادر يمارس حياته الطبيعية، مش قادر يتحرك في أي مكان، فبالتالي حصل له دخل في سيركل كده لابد نقطعها. قلنا نقطع الألم ده نفسه، ده لوحده بيبقى علاج، فبالتالي هناك فرق. وعلاج الألم أوجد حل لعلاج آلام خشونة المفاصل عامة.